بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. نقدم لكم النهاردة حلقة خاصة جدا ومعانا أطباق مميزة هتعجبكم إن شاء الله. وقبل ما نقول لكم على الأطباق، عندنا التواصل الاجتماعي بتاعنا بعد شوية نطلع فاصل ونشوف وسائل التواصل الاجتماعي بتاع البرنامج اللي عايز يتواصل معنا على التويتر أو فيسبوك أو عبر اليوتيوب. عندنا أطباقنا النهاردة أقول لكم عليها بسرعة كده عشان تجهزوا ورقة وقلم وتكتبوا مقاديرنا النهاردة. هنعمل أول طبق حضراتكم، هنعمل طبق المتبل، هنعمل طبق متبل راقي جدا أفضل من التكلفة المطاعم بره إن شاء الله، عجبكم بطريقة برنامج عليكم العافية. الطبق الثاني سكالوب بانيه بلحم العجل بشرايح لحم العجل. الطبق الثالث هنعمل لكم خضار سوتيه مشكل للناس اللي زهقت من اللحوم ومن البروتين. هنعمل طبق دسم جدا بالخضار، دسم بمعنى دسم، بس دسم مفيد مش دسم مضر. ونشوفكم بعد شوية تكونوا أخدتوا التواصل الاجتماعي وجهزتوا ورقة وقلم عشان نكتب مقاديرنا، ونشوفكم بعد الفصل. اهلا وسهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل. عندنا ثلاث اطباق قلنا عليهم، طبق الاسكالوب بانيه مع الخضار السوتيه، هنعمل طبق خضار طبق لوحده وطبق دسم للخضار. اللي عايز ياكل يتغدى او يتعشى خضار سوتيه يتعشى خضار سوتيه بدون اي اضافات تانية. عندنا الطبق الثالث طبق المتبل، بس احنا دلوقتي محتارين نبدا نشتغل في اي طبق في الاول. فانا عايز اعلم ست البيت حاجه، ان هي ما تركزش على حاجه معينه تقف تشتغل عليها. هنا مش موضوع وصفات اكل وبس، لا، ازاي التكنيك تقف في المطبخ وازاي تطبقي اكلك بسرعه. فاحنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا سكالوب وعندنا خضار وعندنا المتبل اللي هو البتنجان المشوي. بسرعه كده بديهيا يعني نشوف ممكن نقدر نعمل ايه. ميه بتغلي على النار، يبقى اسلق الخضار يتسلق على النار لغايه لما اجهز المتبل. على ما اجهز المتبل اكون ايه، عملت السكالوب وعملت ثلاث اطباق في حوالي 10 دقائق او ربع ساعه. بسرعه نعمل اول حاجه، يبقى الميه بتغلي على النار فيها شويه ملح، واجيب الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. عندي من الخضار عندي الزهره البيضاء او البروكلي، عندي الجزر، وعندي بطاطس وكوسه، وعندي البامكن اللي هو اليقطين اللي هو قرع العسل اليقطين. ثلاث حاجات، اربع حاجات، خمس حاجات، خمس اصناف خضار. نبدا واحده واحده، ننزل بالخضار بتاعنا كده. نحط الاول الحاجات الاسيا، الحاجات اللي بتاخد وقت على النار زي الجزر. نحط الجزر الاول شويه مع نفسه لمده دقيقتين، ياخد غلو على النار بسيطه جدا، هنعلي النار عليه، وهو اثناء الغلي هنبدا نضيف له بقيه الخضار عشان الخضار الباقي ما يتهريش. يبقى اضفنا الميه بتاعتنا عليها شويه ملح واضفنا الخضار بتاعنا. حطينا الجزر الاول، هياخد بس دقيقتين اتنين ياخد قلب على النار، ان الجزر اشد قساوه من بقيه انواع الخضار. الطبق الثاني عندنا طبق المتبل. طبق المتبل بتنجان رومي جبته اهو، حطيته في الفرن شويته، ما فيش اي اضافات عليه. بتنجان رومي شويته في الفرن بدون اي اضافات. افتح البتنجان كده وابدا اطلع القلب من جوه بالشكل ده اهو. سهل جدا يا جماعه، بتنجان مشوي كل الاطفال بتحبه، وهو كده بياكلوه كده. ادي البتنجان اتشوح حوالي تقريبا قعد 20 دقيقه في الفرن، ما طولش حسب نوع البتنجان. في بتنجان الكبير وفي بتنجان الصغير، احنا جبنا الحجم الوسط. نفتح البتنجان كده وابدا اطلع كل الحاجات اللي جوه بالمعلقه كده اهو. بتنجان مشوي، وفي كذا طريقه المتبل. في ناس بتضيف عليه اللي بيسموه سلطه الراهب، بيضاف عليه فلفل مشوي وطماطم مشويه مع الفرن كده، وانت بتشوفي الفرن تحط حبات طماطم مشويه مع حبات طماطم تتشوي وحبات فلفل رومي تتشوي، تطلع من الفرن كله يتقطع ناعم وتخلط ببعض، ده بنسميه سلطه الراهب. اخواننا الشوام بيسموه الراهب سلطه. كده هنعمل متبل النهارده بطريقه ظريفه قوي هتعجبكم. ادي البتنجان اهو يا جماعه، الجزر على النار بدا يغلي انا شايفه اهو. يبقى الجزر ست البيت، انا بعمل الحركه دي ليه؟ عشان ست البيت ما توقفش تركز في طبق واحد، ما توقفش تركز في صنف واحد، تقدر تعمل ثلاث اربع اصناف وهي شغاله. حاجه بتسلق، حاجه في الفرن، عندها شوايه بتشوي، عندها حاجه بتقف تقليها. يبقى ادي البتنجان بتاعنا اهو، والجزر على النار بيستوي. هنخلص تفريغ البتنجان من
من الداخل بالشكل ده، كفايه كده. ادي 4 حبات بتنجان عملناهم، ادي البتنجان والجزر على النار، اخد 2 دقيقة بالظبط سلق لوحده، بعد كده ابدا اضيف له بقيه الخضار بتاعه بالترتيب. هنحط الزهره البيضه، هنحط الزهره البيضه، وهنحط الكوسه اهي، والبطاطس، وادي البامكن اللي هو اليقطين، اللي هو قرع العسل، قرع العسل او اليقطين، ونخليه يغلي على النار لغايه لما يستوي. نزود النار عليه شويه عشان يلحق يطلع معانا قبل الحلقه ما تنتهي. نرجع نكمل بقيه الطبق بتاعنا. الطبق الثاني اللي هو طبق المتبل، بتنجان مشوي على النار، بتنجان مشوي على النار، قليل من الثوم. الثوم ده فيه فكرتين في الثوم ده. اول فكره ان انت تجيبي طاسه صغيره على النار، تحط فيها شويه زيت وتحمري الثومه كانك بتطش ملوخيه، عارفه طشه الملوخيه؟ حمري الثومه زي طشه الملوخيه وضيفيها على البتنجان، دي فكره. ودي فكره تانية اللي هي البتنجان، الفكره الاصليه بقى اللي هي بنحط البتنجان بتاعنا كده زي ما هو. بعد كده عندنا شويه كمون اهم، ادي الكمون بتاعنا، وشويه ملح صغيرين، حبه ملح صغيرين، وعندي الطحينه اهي، هنضيف كل ده مع بعضه كده. يبقى انا اضفت ملح وكمون وطحينه مع الفلفل، مع عفوا مع البتنجان المشوي بالشكل ده. بعد كده هنقلب كل الكلام ده مع بعضه، وعندي اللبنه جديده. موضوع اللبنه ده يمكن كتير الناس ما تقدرش، مش عارفه استخدامات اللبنه مع بقيه الاصناف، لكن احنا النهارده اول لازم نهرس البتنجان كويس كده بالشكل ده عشان ما يبقاش فيه قطعه كبيره. نقلبه كويس. عندي اللبنه بتاعتي حوالي 2 معلقة كبار من اللبنه. يبقى بتنجان رومي مشوي في الفرن لمده 20 دقيقه. اضفنا له بعد ما استوى او اتشوى بمعنى اصح، اضفنا له الاتي، حطينا له ملح وكمون وشويه طحينه سائله وفص ثوم مطحون ناعم قوي، ونقلبهم مع بعض كده اهي. سهل اهي، صعب المتبل؟ مش صعب خالص، سهل المتبل جدا. اسهل حاجه في الدنيا انك ممكن تعملي صحن متبل للشباب في البيت، الاولاد ياكلوه يتبسطوا بيه، وسعوا صدورهم. ادي سلطه المتبل اهي، هنبدا بس نبص على الخضار بصه صغيره. ادي الخضار اهو، شايفين يا جماعه الخضار ده؟ هتبقى وجبه دسمه النهارده وجبه الخضار دي. نقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس. لازم قطع البتنجان تتقطع كويس بحيث ما يبقاش فيه تكتلات في قلب الصحن وانا بغرفه بالشكل ده اهو. نجيب صحن اللي هغرف فيه اهو، خلي نغرف في الاخر عشان نغرف اطباقنا كلها مع بعضها، خلينا نغرف مع بعض في الاخر. دلوقتي نجهز الطبق الثاني، طبق الاسكالوب بانيه. طبق الاسكالوب بانيه شريطه يكون لحم عجل. اسكالوب بانيه شريطه او شرط اساسي يكون لحم عجل. لحم عجل ان هو بياخدش وقت في السوى، يعني ما ينفعش اجيب مثلا فخده خروف او فخده حاشي واقطع منها شرايح ناعمه قوي واطبها زي كده وابطها زي كده واسويها، عمرها ما هتستوي معايا اسكالوب بانيه. شرط اسكالوب بانيه يكون لحم عجل، او ممكن نستغنى اللي بياكلش لحم العجل ممكن نستغنى عنه بشرائح صدور الدجاج، وعملناها قبل كده. تجيبي الدجاج تقطعيه شرايح نفس الطريقه كده وتتبلي نفس التتبيله دي. يبقى انا لما اقول بانيه يبقى فيه 3 خطوات، لما اقول بانيه يبقى فيه 3 خطوات، دقيق وبيض وبقسماط. ادي البيض، هنحط عليه شويه فلفل اسود صغيرين كده ورشه ملح، ونقلب الكلام ده بمضرب سلك. هنقلب البيض كده اهو، ملح وفلفل اسود. حاولي اضربي البيض شمال ويمين عشان تفك النسيج بتاعه، شمال ويمين بالشكل ده. يبقى ما اقول بانيه، كلمه بانيه دقيق وبيض وبقسماط. هنا ادي اللحمه اهي، لازم نتبل اللحمه الاول بشويه ملح وفلفل علشان تطلع معايا التست بتاعها ممتاز بالشكل ده اهو، ملح وفلفل. نبدا نحط الاول حاجه في الدقيق، اللحمه نضيفها في قلب الطحين بتاعنا بالشكل ده علشان البيض يلاقي حاجه يمسك فيها، لان اللحمه ملساء، الغلاف بتاعها املس، لو حطيناها في البيض على طول هيبدا البيض رخ ويتنازل، ينزل من على يعني ينزلق بسرعه من على قطعه اللحمه، فلازم البيض يلاقي حاجه يمسك فيها. يمسك في ايه؟ يمسك في الدقيق.
بالشكل ده اهو. هنحط اللحمه كده في قلب الدقيق، فالدقيق وبيض. القطعه التانيه برضو هنتبل ملح وفلفل، لازم تبل ملح وفلفل كويس جدا عشان يطلع التست معايا مظبوط. شرائح لحم عجل، واللي ما بيحبش لحم العجل يا جماعه في صدور الدجاج ممكن يشتغل بيها، بس ما حدش يفكر يقول لك اروح اجيب الفخده بتاعت الخروف، اكبر جزء ونشتغل بيها. المقادير معانا على الشاشه ممكن نشوفها، لكن لحم العجل اساسي جدا. المقادير معانا اهي، لحم عجل شرائح ودقيق وبيض وبقسماط وملح وفلفل اسود وزيت للقلي اهو. ده كان اسكالوب بانيه. هنجيب القطعه الثالثه بالشكل ده، برضو هنتبل برضو ملح وفلفل، لازم نتبل كل حاجه ملح وفلفل كويس بالشكل ده من ناحيتين. يطلع جميل جدا البوفتيك ده، بنسميه بوفتيك، نسميه اسكالوب بانيه ايا كان المسمى بتاعه، لكن هو الاسكالوب بانيه بالشكل ده، فيتيلو باني بالايطالي. هنبدأ اهي زي ما انتم شايفين، الشرايح كلها جهزناها تمام وبقت مية مية. لحم العجل شرط يكون اساسي في الاسكالوب او صدور الدجاج. هناخد دي كمان نتبلها. اخبار الخضار ايه على النار؟ اهو بدأ يقول خضار على النار اهو. يبقى دي وبيض وبقسماط، ملح وفلفل اسود او فلفل ابيض مفيش مشكلة، اهم حاجة ضرب البيض كويس شمال ويمين عشان تفك العرق بتاعه. بعد كده نبدا نشيل الدقيق من هنا كده على جنب. المرحله بقى المهمه جدا اهي، نجيب ورقه الومنيوم علشان نشتغل عليها افضل. ادي ورقه الالومنيوم، نحط عليها البقسماط اللي هو فتات الخبز مطحونه بالشكل ده، وهبدا عندي اتجاهين، الاشول يعكس الموضوع، اللي هو بيشتغل بايده الشمال يعكس الموضوع، لكن انا بشتغل باليمين، يبقى الايد دي بطلع بيها اللحمه اهي، اصفيها من البيض كويس جدا، واوزع البقسماط كده واحطها في البقسماط، والايد اليمين ابدا اخلط البقسماط المطحون او الفتات الخبز المطحونه مع اللحمه، عشان ما يحصلش عمليه دمج بين هنا السائل ومع البقسماط، هتبقى عجينه الدنيا، هتبقى عجينه في ايدي. وتبداي براحه ايدك بكلوه الايد دي كده اضغطي على اللحمه كده عشان تفرد معاكي اهي، بكلوه ايدك اللي هي بطن الايد هنا تضغطي على اللحمه او الدجاج بالشكل ده اهو، تنضفيها كويس. بص عامله ازاي، جميله جدا. نحطها في الطبق، ناخد قطعه تانية. جربوا البوفتيك ده او الاسكالوب بانيه ده، الاطفال بيموتوا فيه، جميل جدا اهو. حط الشريحه الثانيه وابدا اتبل زي ما قلت لحضرتك شمال ويمين، بعد ما اتاكد ان قطعه اللحمه كلها تجانست مع البقسماط او الخبز المطحون، بكلوه ايدي كده او ببطن الايد ابدا اضغط على اللحمه عشان تفرد معايا بالراحه، ما ينفعش اي حاجه، سهله جدا كده اهو. افردي اللحمه كويس عشان تستوي معاكي تمام. فاضل قطعتين الخضار، اخباره ايه؟ تمام، خضار على النار شغال زي الفل، خمس دقائق كده ثلاث دقائق ونطلعه ونشوف استوى ولا لا. ادي البقسماط اهو مع قطعه اللحم، ممكن نعمل الكلام ده بالسمك برضو. هاتي سمك الفيليه، سمك الفيليه قطعيه نفس الشرايح كده، اتخن شويه طبعا. السمك الفيليه، السمك عامه ما بياخدش وقت في السوى زي اللحوم وزي الاسماك وزي الدجاج، لكن هاتي قطع السمك قطعيها قطع صغيره كده وحطيها في نفس التتبيله دي كده، ملح وفلفل بس، حطي فص ثوم صغير مطحون مع البيض، قلبيه كويس مع سنه عصير ليمون، وقلبي الكلام ده كله كويس مع بعضه، هيطلع معاكي ممتاز. بعد كده تبليه برضو دقيق وبيض وبقسماط، يبقى سمك بانيه. وممكن تعمليه بالجمبري بالشريمب، وممكن تعمليه بالجبنه، هات الجبنه الحلوم الكيوب القطع الكبيره قطعيها صوابع صغيره، ونفس التتبيله دي وبيض وبقسماط، بس الجبنه الحلوم لازم تحطيها في الفريزر نص ساعه ساعه الا ربع بحيث تتماسك. بعد كده زيت عميق يكون سخن جدا تنزلي فيه بصوابع الجبنه الحلوم وتاكليه في البيت، ممتازه، بنشتريها من بره الجبنه الحلوم الصوابع. افكار كتيره وحاجات كتيره ممكن نعملها في البيت. دي كانت اخر قطعه معانا من اسكالوب بانيه اهي بالشكل ده، سهل جدا يا جماعه. نبدا بقى نحط حاجتنا على جنب اللي اشتغلنا فيها. طبعا الحاجات دي اوعي ترميها، هاتي منخل سلك صغير، منخل سلك صغير او منخل، هو اسمه منخل بتاع الطحين ده، وحط فيه البقسماط ده وانخليه، هيطلع بقى الحاجات الناشفه دي على جنب، ويطلع لك البقسماط على جنب، حطيه وشيليه اشتغلي مره كمان ما ترموهوش.
نبص بقى على الخضار، اخبار الخضار ايه؟ تمام. نبص كده نجيب اكتر حاجه بتاخد سوا اللي هو الجزر، نعمل له اختبار كده. هات حبايه جزره كده، ادي حبايه جزر، نعمل لها اختبار بالراحه كده ونشوفها استوت ولا لا. لا لسه شويه قاسيه، هنسيبها كمان دقيقتين تكمل سوا مع بعضها ونبدا نجهز الطبق بتاعنا اللي هو طبق اللي هنغرفه اللي هو طبق المتبل. نمسح كده الميه بس والسوائل دي كده بالراحه، وادي البقسماط اهو، دي هنخليه على جنب جاهز على القلي على طول، ودي بصله صغيره ونسيت اقول لكم على البصله دي، صحيح بصله ناعمه صغيره هنضيفها على الخضار وبتسلي عشان تدي له نكهه في الاخير. بصله ناعمه صغيره، ممكن نحط شويه ملح كمان صغيرين ونسيبه يكمل سوا على النار. عندنا الطبق الثاني بس نسخن الزيت بقى بتاع الاسكالوب. انا بوري ست بيت ازاي بنشتغل في كذا طبق في وقت واحد. هنحط فيه قطعه زبده صغيره، السكينه فين اهي، هناخد فيه قطعه زبده صغيره نحطها في قلب الزيت عشان تدينا نكهه اثناء القلي. الزبده مع الزيت بتدي نكهه كويسه اثناء القلي اهي. هناخد قطعه صغيره كمان، حته صغيره خالص اهي، وقعت دي ناخد بدلها اهي، ونخليها تدوب على درجه حراره متوسطه. البلانش التقطيع اهي جاهزه، والخضار معانا المقادير نزلت على الهواء. نبص عليها بصه سريعه كده على الخضار، عندنا جزر وكوسه وقرع اللي هو اليقطين، وعندي بطاطس وبروكلي او زهره بيضة، ملح وزبده وفلفل اسود. الزبده نخليها في الاخر خالص، هنحطها اخر حاجه خالص الزبده بتاعتنا، وممكن نستعوض عن الزبده برشه زيت زيتون. اللي ما بيحبش يحط زبده كتير في الاكل ممكن يستخدم زيت الزيتون. ادي الزبده على النار مع الزيت تبدا تدوب علشان نقلي فيها الاسكالوب، ونبدا نغرف الطبق بتاعنا اللي هو طبق المتبل. هنشوف هتغرف ازاي، اهو الطبق جميل اهو، بصوا شكله عامل ازاي مع اللبنه، جربوه مع اللبنه بتنجان مشوي. اقول كمان مره، بتنجان مشوي تسوي 20 دقيقه في الفرن، بعد كده سيبناه يبرد وفرغناه من اللبابه الداخليه وطحناه كويس بايدينا من غير ما طحناه، لازم يكون هو قطع صغيره. اضفنا عليه طحينه، اضفنا عليه معلقتين كبار من اللبنه، وحطينا عليه ملح وكمون وشويه ثوم مطحونين. هنبدا نغرف الطبق بتاع المتبل اهو، المقادير بتاعه المتبل نزلت على الهواء. اهو بتنجان رومي مشوي شويناه وحطيناه 20 دقيقه في الفرن، واضفنا عليه لبنه وطحينه وتوم وزيت زيتون ده في الاخر طبعا، وملح وكمون اضفناهم في الاول علشان ندي النكهه المظبوطه. تمام كده. معانا تليفون من نوره من الطايف. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا نوره؟ الحمد لله، كيفك يا شيخ؟ الله يكرمك، الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله، مشكور على البرنامج. الله يكرمك. اخبار جو الطايف عندكم ايه؟ الحمد لله. برد زي الرياض كده؟ لا والله، ده احنا عندنا حر هنا مش عايز اقول لك يعني. ايوه هات والله حر كلها. والله الله المستعان. قولي لي اخبار الاطباق معاك ايه؟ عجبتك؟ ايوه. ده طبق المتبل هتعمليه النهارده على الغدا؟ ان شاء الله. والطبق الاسكالوب البوفتيك ده طبعا ما تاكلوش لحم وعجل، ممكن تعمليه بالدجاج. ايوه الله ما شاء الله على اطباق فنان ما شاء الله، برنامجكم رائع ما شاء الله. الله يكرمك، الله يكرمك، من ذوقك يا نوره والله، ده من ذوقك فعلا، من ذوقك. عندك أيوة. اي اسئله؟ ايوه شيخ، بغيت اسال عن العجين يا شيخ، هذا حق البيتزا حق الخليه ما تضبط معاه العجين. طب هاتي ورقه وقلم بسرعه كده، وانا ايه هقول لك عليها واكتبيها، حاولي بسرعه اكتبي، جهزي ورقه وقلم. طيب هاتي كاسه طحينه، طبعا ستات البيوت متعودين يشتغلوا بالكاسه ما يعرفوش الجرامات. كاسه طحينه عليها معلقه خميره فوريه. تمام. ايوه. ملح، رشه أيوة. ملح، رشه سكر. ايوه. معلقه حليب بودره. أيوة. اخلطيه كله مع بعضه الاول، بعد كده حطي الميه واحده واحده، ميه تكون دافيه شويه، حطي الميه شويه شويه، وابداي عجيني العجينه لغايه لما تتماسك معاكي، وسيبيها تخمر لمده حوالي 35 دقيقه او 40 دقيقه لغايه لما هي مثلا بقت قد كده. بعد العجن المفروض تزيد تبقى ثلاث مرات. أيوة. بعد كده قطعي قطع صغيره وافرديها بالمردانه او بالفرده بتاعتك، حطيها في الصينيه، واعملي الصلصه بتاعتها عباره عن زيت وريحان، ريحان مش حبق، ريحان وطماطم. أيوة. ريحان مطحون على النار مع شويه أيوة. زيت وفص ثوم وعليها معجون طماطم، اعملي الصلصه بتاعتها وملح وفلفل اسود. سيبي الصلصه تبرد، ادهني العجينه من فوق، وحطي بقى اللي انت عايزاه، مشروم بقى، فلفل اخضر، فلفل رومي، دجاج، هوت دوج، نقاني، اللي انت عايزاه حطيه حطيه، مفيش مشكله. لكن العجينه زي ما قلت لك كده، كاسه ميه، رشه ملح، رشه سكر، خميره فوريه، معلقه حليب بودره كبيره، والميه الدافيه. مشكوره يا شيخ. اي سؤال؟ الله يكرمك. اي سؤال تاني؟ لا مشكوره. شكرا لاتصالك يا نور، شكرا، مع السلامه.
دلوقتي احنا هنزين طبق المتبل بتاعنا اهو اهو. هناخد الطماطم كده داير داير، هنزوق طبق، ممكن نزوقيه بالبرتقال، شرايح برتقال، بس ده مش موسم البرتقال، ممكن شرايح برتقال تزيني بيها تطلع معاكي ممتاز. اهو ادي المتبل بتاعنا، الطبق الجميل، الشكل الجميل اهو، والزيت بدا يسخن اهو معايا، الزيت ده بدات تدوب، خلص بس جرنشت الطبق وابدا ارجع لطبق الاسكالوب ونغرف الخضار وكل الاطباق بتاعتنا تطلع مع بعضها اهو. ادي طبق الطماطم، الطماطم الجميله، زيني طبقك يا ست الكل علشان الناس تحس ان هي قاعده في فندق 5 نجوم. تمام، قطع الطماطم دي، ونبدا بعد كده نجيب شويه بقدونس صغيرين خالص، نفرمهم فرم سريع ونزين بيهم الطبق اهي، شويه بقدونس ناعمين خالص. شوية بقدونس صغيرين خالص، ناخد بيهم تزيين الطبق في النص. ادي بقدونس اهو، رش بقدونس صغيرة، وعندي زيت الزيتون، فين زيت الزيتون؟ اهو ادي زيت الزيتون اهو، نبدأ نوزع زيت الزيتون فوق الطبق. بصوا الطبق عامل ازاي يا جماعة، جربوه، عجبكم الطبق المتبل؟ شايفة الطبق يا نورة؟ جربي الطبق ده النهاردة على الغدا، طبق المتبل كان سهل جدا. ادي طبق المتبل مع زيت الزيتون، يبقى ده أول طبق جاهز معانا. شوف بقى الاسكالوب الزيت اخباره ايه، نعلي النار عليه شويه، نبدا ننزل بالاسكالوب بتاعنا اهو. بصوا كده شوفوا الزيت عامل ازاي، تمام، هنزله قطعه قطعه، مش هنستعجل عليه، معانا وقت وهنسويه قطعه قطعه براحته خالص. نبدا نشوف الخضار بتاعنا، الله الخضار بتاعنا بقى 100 100، نطفي النار عليه ونبدا نغرفه. طيب تمام، نبدا نغرف الخضار بتاعنا، نجيب صحن الغرف بتاع الخضار، هنخليه الصحن ده الخضار اهو، نغرف فيه الخضار بالراحه اهو، خضار عليه بصل وعليه ملح وعليه كمون وممكن زيت زيتون وممكن زبده زي ما ست البيت تحب، خضار دسم جدا، طبق خضار دسم جدا بدون اي بروتين بدون اي زيوت بدون اي دهون، للناس اللي عامله حميه خضار جميل جدا. اللحمه اخبارها ايه؟ استوت اللحمه، ها خلينا نقلب بس اللحمه عشان ما تحرقش. ادي البنز، نقلب قطعه اللحمه كده اهي، بصوا بصوا طالعه عامله ازاي، طالعه عامله زي الذهب، لو الكاميرا تجيب معانا حته اللحمه بصوا لسه بتستوي عامله ازاي، زي الذهب. هنبدا نغرف بقيه الاطباق بتاعتنا بسرعه بسرعه، ان معناش وقت، وقت ازف. ادي الجزر بتاعنا، وادي البطاطس والكوسه والقرع العسل اللي هو اليقطين، بسرعة طبق الخضار اهو جميل. نبدأ نطلع الاسكالوب بتاعنا، استوى تماما اهو، ماخدش وقت، لحم العجل ماخدش وقت خالص على النار، زيه زي السمك زيه زي صدور الدجاج. هنجيب قطعة كمان اهي اهي، هننزلها برضو في الزيت ونخليها تستوي، لغاية ما تستوي هنجهز الطبق اللي هنغرف فيه، عفوا البقدونس بتاعنا اهو، هنرش البقدونس في قلب طبق التقديم بالشكل ده بأي طريقة كده عشوائية علشان نشرب الزيوت بتاعتها. نبدأ نشوف اللحمة اهي، خد شوية على النار خالص يا جماعة، مجرد تك تك زي ما بيقولوا وتستوي معاك بسرعة. نجهز الطبق بتاع الغرف، جيب البلانشة نبدأ نقطع الطماطم علشان التزيين، هناخد قطعة صغيرة كده اهو وناخد الحروف بتاعتها بالشكل ده عشان نزين بيها الطبق. قطعة الاسكالوب التانية معانا، الفاضل معانا دقيقة واحدة، هنلحق نسوي قطعة اللحمة التانية، هنلحق نسوي قطعة اللحمة التانية عشان أقول لكم قد إيه إحنا بنشتغل بسرعة، وست البيت تتعلم تشتغل بسرعة في البيت، ما تغيبش خالص ولا تتأخر على مواعيد السفرة بتاعتي. نبدأ نزين الطبق كده بتاعنا بشوية طماطم على جنب، ممكن بقى تجيبي شوية شيبسي جنب البطاطي جنب الاسكالوب ده. أدي قطعة الاسكالوب يا جماعة أهي، نبدأ نحطها في قلب الطبق، شكلها جامد جدي.
نركن كده خلاص وقت برنامج انتهى، فنبدأ نطلع قطعة اللحم الثانية والأخيرة في الطبق بتاعنا تتحمر بس ونغرفها على طول، مش تاخد أكتر من ثواني، نخرج بس يصبر معانا ثواني صغيرة. بعد كده بقى نعمل إيه؟ هنعمل حاجة ظريفة، نجيب المعلقة الصغيرة، فين المعلقة الصغيرة بتاعة المتبل؟ مش مشكلة، هنجيب ده أهي القطعة الصغيرة دي كده، الزبدة دي والإسكالوب سخن، والإسكالوب سخن، حضرتك هتبدأي تجيبي قطعة زبدة صغيرة وتمسحيها فوق الإسكالوب كده، هو صغير وهو سخن، هتدوب معاك وهتديكي تيست كويس جدا، هي مع الحرارة تبدأ تدوب. وكده وقت برنامج يا جماعة انتهى، وادي آخر قطعة لحمة أهي، هنطلعها بس نستأذن المخرج، آخر قطعة لحمة أهي ونوريها للسادة المشاهدين. أطباقنا كانت النهاردة إسكالوب بانيه، سلطة متبل، خضار السوتيه المشكل، يا رب يكون عجبكم الطبق ده ويكون ده غدانا النهاردة، ونفك نفسنا من كلمة هناكل إيه بكرة، هنتغدى إيه بكرة، ده كان غدانا النهاردة، وإن شاء الله يكون حاز عليكم، وكانت حلقة جميلة جدا، وشكرا لنور اتصلت علينا من الطايف، وأشكر الشباب ورا الكاميرات، وأشكر الكنترول والمخرج بتاعنا، وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.